الايام ديت سوق الادويه بيمر بازمه كبيره جدا، وفي نواقص كتيره جدا في سوق الادويه، والناس بدات تبدا تلف على الصيدليات على الادويه الناقصه، زي الادويه ديت جلايبوفين، زي الجلايمتفورت، زي الفيلدا جلوز بلاس، انواع كتيره جدا من ادويه السكر ناقصه في السوق، وادويه تانية كتيره زي ادويه الغده اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الالتروكزين وغيره من الادويه. النواقص ديت لها مسائل مصريه موجوده ومتوفره ممكن نستخدمها. طيب هو ايه الفرق بين كلمه بديل وكلمة مثيل؟ في فرق شاسع بين الكلمتين دولت، عايزين نوضحه بس لأهلنا عشان ما يقعدوش يلفوا على الصيدليات على نوع معين الدكتور كاتبه له وما عادش بينزل أو مش موجود. الدواء المثيل ده دواء يحتوي على نفس المادة الفعالة اللي في الدواء اللي أنت بتستخدمه. يعني مثلا الالتروكزين اللي ما عادش موجود خالص في السوق وناس كتير عمالة تلف عليه وتجيبه سوق سودا ب 500 وب 600، طبعا هتجيبه مرة مش هتلاقيه التانية. طيب ايه هو المثيل بتاعه؟ المثيل بتاعه زي التي فور سيرو، ده موجود بتركيز 50 و100، والسيروكزين موجود بتركيز 50 و100. الانواع دي بتحتوي على نفس الماده الفعاله اللي في الالتروكزين ومصريه وسعرها حنين. النهارده الالتروكزين ال 50 و100 لو هتجيبه اسعاره بقت خزعبليه، ليه تروح تجيب دواء سوق سودا او مستورد ب 500 و600 وساعات بتوصل 1000 جنيه العلبه كمان والناس بتجيبه؟ طبعا ده غلط، غالبا مش هتلاقيه، جبته مره مش هتعرف تجيبه تاني مره. ابدا استخدم المثيل المصري المتاح. وبرضه زي مشكله البنادول، ناس كتيره بتلف على الصيدليه تدور على البنادول، ما في ادويه كتيره جدا موجوده في الصيدليه بتحتوي على نفس الماده الفعاله دي المثيل، المثيل ومتاح موجوده. وادويه السكر انواع كتيره جدا الفتره ديت مش موجوده في السوق، زي الجلايبوفين والجلوكوفانس 5500 والجلايمتفورت والدجلوز، انواع ادويه سكر كتيره جدا ناقصه ومش موجوده. تبدا تروح لاقرب صيدلي ليك بتثق فيه وتثق في معلوماته، تبدا تساله الدواء ده وقت انا مش لاقيه وما عادش موجود، اديني المثيل بتاعه. هيبدا يديك المثيل بتاعه. طب في ادويه المثيل بتاعها كمان مش موجود، نعمل ايه؟ لو المثيل كمان مش موجود بتبدا انت ترجع للدكتور بتاعك، تعمل تحليل سكرك، تاخد التحليل معاك وتروح للدكتور، يبدا الدكتور يحدد لك العلاج المناسب على حسب النسبه بتاعتك، وخصوصا في حالات السكر، السكر التراكمي لازم السكر التراكمي تعمله، تاخد التحليل وتروح للدكتور، الدكتور هيبدا يحدد لك العلاج ويشوف النوع القديم ويكتب لك نوع جديد يكون متوفر في الصيدليات. لو ما لقيتوش اسال عن المثيل، هتلاقي المثيل. في ادويه سكر كتيره نقصت من السوق، بس في ادويه تانية كتيره جدا موجوده وممكن تستخدمها بشكل امن جدا بدل البهدله وانك تقعد تكلم ناس في اسكندريه وناس في المنصوره وناس فين وناس فين تدور لك على دواء السكر بتاعك، هو مش موجود هنا ولا هناك. طيب ده كده الدواء المثيل. ايه هو الدواء البديل؟ الدواء البديل دواء بيستخدم لنفس الاستخدام بس ما بيحتويش على نفس الماده الفعال. يعني مثلا ماده الباراسيتامول انت بتستخدم البنادول مثلا، البدائل بتاعته كلها دي اسمها مثيله، دي المسائل بتاعته. طب البديل بتاعه ايه؟ مثلا البروفين بيقوم بنفس الشغل، مسكن وخافض حراره بس مش نفس الماده الفعاله. يعني مثلا واحده حامل مكتوب لها بنادول مش لاقيه البنادول، استخدمي اي حاجه تانية من اللي بيحتوي على نفس الماده الفعاله اللي في البنادول، زي السيتال، ابيمول، برال، ادول، كل الادويه ديت وغيرها كتير جدا موجود في الصيدليه بيحتوي على ماده الباراسيتامول، ممكن نستخدمه بنفس الجرعه وبنفس التركيز وبنفس كل حاجه. الفروقات في السعر فقط، وان كان مثلا في الجوده وكده بتدي حاجات بسيطه طفيفه ما تذكرش، ما تستاهلش ان انا نقعد نلف على الدواء ده فترات طويله. ده كده الفرق بين البديل والمثيل، حبيت اوضح بس للناس الفكره ديت عشان ما يبداوش يلفوا على الصيدليات وكل شويه ناقص، مفيش، ما عادش بينزل، مش موجود. الكلام ده كله انتشر الفترة الأخيرة جدا، والناس عمالة تلف وسابت شغلها وسابت مصالحها وعمالة تدور على الدواء اللي ناقص. ما ينفعش الكلام ده. كلامك الدكتور أحمد خميس، نتمنى تكون المعلومة عجبتكم، والسلام عليكم.